اهلا بحضراتكم من جديد. هنتابع دلوقتي تغطيتنا المتواصله لجوله الرئيس السيسي التفقديه لميناء الاسكندريه النهارده، وهنتطرق كمان لعدد من الملفات والقضايا المحليه مع ضيفتي الكاتبه الكبيره الاستاذه فريده الشباشي عضو مجلس النواب. اهلا يا استاذه فريده. اهلا بيك. اهلا بيكي. تابعتي ازاي، او خلينا الاول نتكلم عن حرص الرئيس بشكل عام، يعني غير النهارده ولكن بشكل عام بنشوف ان الرئيس مهتم دايما جدا بمتابعه كل المشروعات بنفسه وبتفاصيلها، وبيبقى عارف التفاصيل والارقام وكل ما يخص هذه المشروعات. اوعي تكوني نسيتي ان انا قلت ان من اهم ميزاته واهم سمات شخصيته قلت ده الاسبوع المتابعة. اللي فات. صح؟ صحيح صحيح. وده اللي بيخلي الكل منتظر انه يبقى يطب عليه. فكله بيشتغل كويس. صح. على فكره في يعني في ناس في الوزاره دي حقيقي ممتازه، يعني انت عندك كم وزير بدا نشوف يعني شوفي كام الوزير مثلا. شوفي كل اللي بيعملوا ده في منظومة النقل دي، زي ما قال الدكتور حسن لما كان معاكي، قال لك هي دي الأساس في إن مصر تبقى يعني في الدول المتقدمة. ودايما لما كنا بنقول إنه الطرق دي مهمة يقول لك يا سيدي ما يأكلنا يروح يبني طرق، لا الطرق هي اللي هتأكلنا، زي ما بدينا نشوف دلوقتي ونحس دلوقتي كده. يعني الحاجة التانية إن عندك وزير البترول مثلا، شوفي النهاردة شوفي وزير الكهرباء، ده احنا كنا بنقطع الكهرباء 10 مرات في اليوم. وزيرة التخطيط، يعني في مجموعه من الوزراء معاه مش معقول، يعني انا بقول انهم فدائيين. مع الدكتور مصطفى مدبولي، يعني هو اختار فريق كمان مؤمن بان مصر هتبقى كبيره. وزي ما قلنا في الاول انه سوف يعيد مصر الى مكانها ومكانتها. صح؟ وبعدين النهارده هو بيتكلم على الاستيراد. انت عارفه انا اكبر منك بسنتين ثلاثه يعني خمسه يا استاذه فريده عشان بس الناس تصدقنا. خمسه ايوه عشان الناس تصدق بالظبط. يعني انا فاكره يا ريهام لما جه رجل اعمال بين قوسين، ما هو طلع قلنا رجال اعمال بعد الانفتاح يعني عديك، يعني اشترى من دوله من امريكا اللاتينيه الدفايات بتاعت الطيور واللحوم اللي هي يعني انتهى تاريخها، تاريخ استخدامها وما تنفعش للاستهلاك الآدمي، وجابها باعها هنا. طيب شوفي ده الوقت بيقول لك ايه. لكن فكره زي ما كنا بنقول الاسبوع اللي فات، زي ما حضرتك لسه بتقولي، انه الرئيس بيتابع بنفسه وعارف تفاصيل التفاصيل، ده مردوده بيكون ايه على المشروعات وعلى القائمين عليها يا استاذه فريده؟ ده مردوده ان كل المشروعات دلوقتي جاده وبتاخد وقتها اللي هو محدده برضه، واللي الظروف محدداه. يعني النهارده مثلا ما اقدرش اقول انا هبني عماره، ها زي ما اقول هبني برج، البرج هياخد اكتر. فكل واحد دلوقتي بامانه بيديله الوضع زي ما هو، وبيعمل كل جهده، لانه هو الرئيس ما بيقفش. يعني انت عارفه هو قال انا بحلم ببلدي حلوه، وهو بيحقق الحلم ده، ويا رب ربنا يعني يحققه له ويشوفه ويفرح بالحلم، بتحقيق الحلم بتاعه. يعني طب حرص الرئيس على تطوير منظومه النقل كمان. نعم. دي خطيرة. دي خطيرة. أنا دايما بفكرك بالمرة اللي أنا كنت رايحة فيها في التلفزيون وعلى كوبري مايو، قعدت ساعة إلا تلت. كوبري مايو ده 2 كيلومتر مثلا، مش ممكن بلد تقدر تنهض ولا يجي لها مستثمر يكون مثلا رايح يقابل رئيس وزارة ولا يقابل وزير ولا يقابل موظف وبعدين يروح له في 3 ساعات. لا، دي مش بلد. النهارده مصر بترجع تاني. مصر، انت عارفه نابليون زمان قال ايه؟ قال اللي بيحكم مصر يحكم العالم. مش بيحكمه يعني بيبقى عنده، لا، بيحكمه بالقوه المعنويه وبالقوه الموقع وقوه الحضاره وقوه الاشعاع الثقافي وقوه التقدم. كل ده مصر
بترجع له الوقت تاني دلوقتي. طيب النهاردة استعرض الرئيس يعني عربات المونوريل وقطار الكهربائي الخفيف وعربات المترو كمان اللي المفروض ان هي ان شاء الله تدخل الخدمة قريبا. قوليلي يعني هذا التطوير غير المسبوق لوسائل النقل علشان تكون اكثر عصرية ومطابقة لما هو حديث في العالم كله، ده انعكاسه بيكون ايه على حياة المواطن؟ ده بيكون على حياة المواطن في مكاسب من كل ناحية. اولا في مكسب الوقت، يعني لما تكوني انت بتنزلي وانت عارفه انك انت بتاخدي مترو او قطر او حاجه بساعات معينه، غير لما بتنزلي وتضطري تاخدي مواصله عامه ميكروباص او اتوبيس او حاجه اهليه وبتقعدي 5 6 ساعات في مشوار بتاع ربع ساعه. شوفي النهارده كان في حد عندكم في القناه، عندنا يعني في القناه، قال انه الوقت تقدر، يمكن انت مش فاكره يعني، بس ان دلوقتي من القاهره لمرسى مطروح في ساعتين ساعتين وحاجه صغيره. مش معقول النقله اللي بتتعمل، يعني بيبقى توفير في الوقت، توفير في الجهد، توفير في الوقود، توفير في منع تلوث الجو، يعني كلها منافع. وبعدين بتبقي انت بتظبطي ساعتك. يعني انا لما كنت بره كنت بظبط ساعتي على ان انا هنزل وابقى في المكان الفلاني اللي فيه شغلي اللي في فرنسا في الساعه كذا، بالظبط بالظبط كده. طب يعني الرئيس قال كمان النهارده ان كل المشاريع اللي بتتم عندنا بتتم بفلوسنا او بالتمويل الذاتي، وان ده بيعكس طبعا قدره الدوله على استثمار مواردها. قولي لي شايفه فعلا هذا الانجاز الكبير ازاي؟ شايفه هذا الانجاز متسق مع فكرة الرئيس عن الحياة الكريمة. أنا ما أقدرش أبقى مديونة. أنت عارفة كان أبويا زمان الله يرحمه يقول فقر بلا دين هو الغنى الكامل. يعني أنت النهاردة دولة بتعملي كل اللي أنت عايزاه بفلوسك وعلى مهلك وبجهد أبنائك. إحنا 100 مليون، إحنا مش حاجة صغيرة، إحنا 100 مليون لازم كلنا يعني كل جهدنا يبقى لإعادة بناء مصر يعني لإرجاع مكانها وإرجاع موقعها في العالم يعني. فالنهاردة يعني مش معقول الـ يعني الجهد اللي بيتعمل ده جهد مهم جدا، ده كمان عشان الأجيال اللي جاية، خدي بالك. يعني أنت النهاردة بتعملي مصر النهاردة ومصر المستقبل. طيب احنا بنشوف كمان دايما يعني توجيهات الرئيس لتطوير البنيه التحتيه مش بس الطرق، وده اللي بنشوفه زي ما حضرتك كنت بتقولي في حياه كريمه، اهميه طبعا. ده ايه؟ فكره انه البنيه التحتيه نفسها في اهتمام كبير بيها. في كل حته في دوله، ما هو مش قال احنا عايزين نبقى زي الدول الاوروبيه، يعني ما احنا مش اقل، يعني ده احنا المفروض يعني مش عايزه اقول لحسن تقولي عليا شوفينيه ولا انت شوفينيه زي برضه. يعني احنا تاريخ قبل التاريخ طبعا طبعا، يعني احنا التاريخ اتكتب بعدينا طبعا. فاحنا النهارده لما نبقى يعني بنعمل يعني بنعمل خطوات تخلينا نبقى هو ده المكان بتاع مصر، هو ده الموقع المصري، هو ده اللي يخلينا نبقى زي اي دوله اوروبيه. وليه لا؟ ما عندناش اي حاجه اقل. يعني كل ما يمكن ان احنا نعمله بايدينا نعمله بايدينا، ويبقى احنا باكتفائنا الذاتي بجهودنا الذاتيه، ويبقى احنا مش مدينين لاي بني ادم او لاي جهه باللي احنا بنوصل له، لانه بيتحقق بسواعدنا احنا. يعني هي دي المهمة في طيب الرقم. الرئيس النهارده كمان اكد حرصه على عدم دخول اي سلع يعني غير مطابقه للمواصفات العالميه والاوروبيه، شايفه هذا الاجراء ازاي للحفاظ على المواطنين يا استاذه فريده؟ شوفي هذا الاجراء هو الرادع لاي حد فاسد، لانه احنا زي ما قلت لك قبل كده على الراجل اللي جاب لنا الحاجات المنتهيه الصلاحيه بتاعتها ولا تصلح للاستهلاك الادمي. النهارده انا مثلا قبل ثورة يونيو العظيمة المجيدة اللي هيتكتب فيها ملاحم، قبل ثورة يونيو كنت باخد حتة من الطريق، وبعدين وانا ماشية الاقي الطريق يجنن، بعد شهر الاقي زفت. لا ليه؟ وكان وقتها بقى لا الجيش ما يعملش حاجة، الجيش ملوش دعوة عشان يسرقوا. يعمل لك الشارع ياخد لك كذا مليون فيه ولا كذا مليار مانيش عارفة،
وبعدين بعد 6 أشهر 7 أشهر يرجع تاني يعمله. لا تمام. دلوقتي بتعملي الحاجة بتبقى هي ممتاز. خلينا أستاذة فريدة برضو نتوقف، يعني النهاردة الرئيس السيسي خلال تفقده لميناء الإسكندرية توقف مع عدد من الشباب اللي تم تدريبهم في إطار تطوير منظومة النقل، وأجرى معهم حوار مفتوح، وأكد ليهم الرئيس أن الشباب هم مستقبل مصر وأملها، وأن الدولة بتعتبر كل شاب بمثابة مشروع كبير. خلونا نتابع جزء من حوار الرئيس مع الشباب النهاردة في ميناء الإسكندرية. الشباب اللي قدامي ده والشابات اللي موجودين هم ده المستقبل بتاع مصر، واحنا بنحط يعني نعمل خطوه، وانتوا هتكملوا المسيره كلها بجهدكم بعلمكم بفكركم وبالمبادئه والمبادره اللي هتعملوها. يعني انا عايز اقوله كل انسان منكم مشروع كبير، كل انسانه منكم مشروع كبير قوي. اوعى يعني مش عارف التعبير ده هيبقى مناسب ان اقوله، اوعى ما تعرفش انت مين او ما تعرفيش انت مين. انتوا حاجه كبيره قوي، انتم شباب مصر ده حاجه كبيره قوي، ده الامل كله. واحنا عايزين اللي بنعمله ده، اذا كنا بنقول ناخد الناس في مكان زي الكليه او معهد ضباط الصف، هو الهدف منه بس ان انتم نديكم فرصه تتعرفوا على بعض، نديكم فرصه ان انتم تتعرفوا على الدوله بشكل مختلف شويه او اضافي على اللي تعرفوه، نديكم الفرصه ان انتم تتعودوا على شكل من العمل. يمكن طبيعه الحياه المدنيه خلال السنين اللي فاتت في الدراسه والكلام ده يعني لم تعطيكم الفرصه، اديكم فرصه ان انتم تلعبوا شويه رياضه، عشان ده مهم جدا. لو انت النهارده مهندس او مهندسه على اعلى درجه علميه ولكن لياقتك الصحيه او البدنيه يعني كده، مش هتقدر تكمل، هتشغل لك 5 سنين 10 سنين وبعد كده خلاص يلا بقى. لا، عشان كده راقبوا نفسكم، انتبهوا كويس قوي، وعلموا الكلام ده للمحيطين بيكم، وعلموا الكلام ده ان شاء الله لاسركم واولادكم بعد كده. حرص الرئيس الدائم على الاهتمام بالشباب، وقد كده هو مقدر ان هم مستقبل مصر ومهتم بده ومهتم بتدريبهم. بتشوفيه ازاي يا استاذه فريده؟ بشوفه ان هو طبقه عمليا. احنا قبل كده شفنا ان في دلوقتي نائب محافظ ونائب وزير وحتى وزراء، يعني شفنا انه الشباب وفي البرلمان، يعني شوفي نسبة الشباب قد إيه. يعني هو الرئيس أنا رأيي إنه هو مراهن على الشباب، والشباب النهاردة ما عادش زي قبل ثورة يونيو. الشباب النهاردة مؤمن بإنه بيشتغل لنفسه ولابنه ولحفيده اللي جاي، يعني بيشتغل للأجيال المصرية اللي جاية، مش إنه هو حد هيسرقه. الشباب كان مهمل جدا، ما أنت فاكرة، يعني ما حدش كان بيسأل في الشباب ولا كأنهم موجودين. بس الرئيس كمان يعني أقولك إيه، يعني شديد الرقة وشديد الرقي كمان، يعني لما يقول أصل الأول ما كانش فيه، يعني ما كانش فيه الحاجات دي، ما كانتش بتكمل. لا، الأول كان فيه فساد، وهو اتكلم عن هذا الفساد. الفساد ده هو اللي خرب الدنيا، وهو اللي خلانا متخلفين، رغم إن إحنا ما نستحقش كنا إن نبقى في مكانة متخلفة. تمام. يعني الفساد أنا رأيي إن هو، عشان كده أنا شايفة إن الميكنة بتاعت الحياة المصرية والميكنة بتاعت كل الزوار، أنا كتبتها دي على فكرة من زمان، قلت من أين لك كل هذا؟ لأن الناس اللي بيبقى موظف بسيط في الدولة ويبقى عنده عمارة مثلاً، طب جابها منين؟ صحيح، ما هو بيجيبها لأن الدرج مفتوح. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي عضو مجلس النواب، شرفتينا، أشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله. شكرا ليكي، وبشكر حضراتكم، أشوفكم إن شاء الله يوم السبت القادم في المواجهة. إلى اللقاء.